أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة الدخول إلى بيوز لوحة أزوس B5KPL وطريقة الإقلاع عن طريق السواقة الخاصة بهذه اللوحة. بداية نقوم بتشغيل الحاسب ومن ثم بالضغط المتكرر على زر ديليت نقوم بالدخول إلى البيوز الخاصة بهذه اللوحة. بعد أن قمنا بالدخول إلى البيوز الخاصة بهذه اللوحة هنالك التبويبات المعروفة والمتوافرة بكل أغلب اللوحات وخاصة لوحات الأزوس. في التبويب الأول كما نشاهد إعدادات تغيير الوقت والتاريخ بالإضافة إلى لمحة عامة عن مواصفات الحاسب من رامات ومعالج. كذلك الأمر التبويب الثاني هو لبعض إعدادات الـ USB والشيبسيت وبعض تغيير إعدادات المعالج. أما بالنسبة للتبويب الثالث وتبويب البوار والذي من خلاله نستطيع معرفة سرعة دوران المراوح وحرارة المعالج، بالإضافة للتبويب الثالث والذي هو يهمنا وهو تبويب البوت أو الإقلاع، والذي عن طريق أول خيار بوت ديفايس نستطيع من خلاله تعيين السواقة أو الهارد أو USB التي أريد الإقلاع عن طريقها. طبعا بالضغط مباشرة عليها بزر الانتر أقوم بتحديد ما هو الخيار الذي أريد الإقلاع منه، فرضا CD-ROM. كذلك الأمر الخيار الذي أسفله هو الهارد يبقى كما هو، بالتالي أنا أقوم بالإقلاع بداية من CD-ROM ومن ثم إلى الهارد ينتقل. بوضع CD Windows أو CD Hirons أو أي CD للإقلاع سوف أقلع عن طريق هذه السواقة أو هذه اللوحة. بزر Escape أقوم بالخروج للأعلى. يوجد لدي هنالك خيار Security وهو الخيار الخاص بوضع باسوردات على اللوحة، ومن ثم لدي خيار Tools. خيار تولز أستطيع عن طريقه عمل فلاش للوحة أو ما يسمى بشحن البيوز الخاصة بهذه اللوحة أو سوفتوير للوحة. نهاية لدي زر إكزايت والذي يتواجد به الخروج مع الحفظ أو الخروج دون الحفظ أو استعادة ضبط المصنع لهذه اللوحة Load Setup Default. بالتالي نحن الآن قمنا بشرح سريع للبيوز الخاصة بهذه اللوحة وخاصة أمور الإقلاع من CD-ROM لهذه اللوحة أو السواقة المتصلة بهذه اللوحة. شكرا لمتابعتكم أخواني، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول. طبعا ملحوظة مهمة جدا أحببت أن أؤكد عليها أن زر F10 دائما هو للحفظ، زر F10 هو للحفظ، ومن ثم بالضغط على زر انتر يكون قد أجرى الحفظ على هذه اللوحة والإعدادات. شكرا لمتابعتكم إخواني، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.